كما أعلن في بداية النشرة، معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح جمعي، وهو المدير العام النائب للمدرسة الوطنية للإدارة. هنا مرة ثانية مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور محمد صالح جمعي، بصفتك نائب المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة. أي نعم، طبعا المدرسة كانت معروفة سابقا بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء. أي نعم، أما الآن فاختصرت على الإدارة. فبالأمس القريب طبعا أعلنتم رسميا فتح باب القبول عبر تقديم الملفات. يا حبذا لو نورتنا فيما يتعلق بالإجراءات إجراءات التقديم. بداية كل الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون على مجهوداتها الجبارة لتسليط الضوء على مثل هذه القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام وتهم الإدارة الوطنية بشكل خاص. وثانيا لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى مسؤولي الدولة وحكومة وقيادة، وخاصة في مسألة تطبيق مخرجات المنتدى الوطني الذي عقد مؤخرا، وهو الذي أعطى أهمية كبيرة لتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة التشادية. بالرجوع إلى السؤال، فإن المدرسة الوطنية للإدارة كما تعلمون انشأت عام 1963، فاستمرت هذه المدرسة بهذا الوصف وهو اسم المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، فاستمرت بهذا الاسم وبهذا الوصف إلى عام 1986، وكان أول تعديل للقوانين المنظمة للمدرسة الوطنية وجعلها تمشي أو تصير في نفس المساق. ثم بعد ذلك شهدت المدرسة الوطنية تعديلا لنصوصها، وهو آخر تعديل عام 2014، وهو ما أدى إلى فصل المدرسة الوطنية باسمها السابق للقضاء، فأصبحت المدرسة الوطنية للإدارة فقط. طبعا أكيد طبعا المدرسة لها دور كبير في تخريج الكوادر التشاديين خاصة مجال الإدارة والقضاء سابقا، وكما ذكرت الآن اقتصرت على الإدارة. طبعا القضاء يبدو أنه ذهب إلى الوزارة المعنية، وزارة العدل. بالأمس طبعا أعلنتم فيما يتعلق بشروط القبول وكذا. طبعا في ظل التحديث الأخير للمدرسة الوطنية للإدارة والذي جاء به القانون رقم 037 ولعام 2014 والمرسوم التطبيقي لهذا القانون، وهو المرسوم رقم 218 الذي ينادي بفتح ثنائية اللغة في المدرسة الوطنية للإدارة. ففعلا بالأمس تطبيقا لهذه القوانين والنصوص المنظمة للمدرسة، عقد مجلس إداري مؤخرا في شهر يوليو الفائت، وهو الذي يعني أعطى الدور الكبير للمدرسة بأن تقوم بتطبيق الثنائية اللغوية. فبالأمس طبعا عملنا نقطة صحفية، وهذه النقطة طبعا فتحنا بموجبها المسابقة بالقسم باللغتين الرسميتين للدولة، تطبيقا للنصوص السابقة وتطبيقا لتطبيق الدستور التشريعي. ماذا الدستور؟ نعم، للتنس بثنائية اللغة. أقصد بثنائية اللغة في المدرسة، لأن المدرسة ظلت لعام 2017 أنها تدرس في باللغة الفرنسية فقط. أما من 2014 فإلى الآن أو حاليا نريد أن نبدأ تطبيق الثنائية اللغوية، وهذا طبعا يعتبر هو إحدى مخرجات المنتدى الوطني وإحدى تطبيق نصوص الدستور التشادي. طبعا هناك مجموعة من الشروط للالتحاق بهذه المسابقة، من ضمن هذه الشروط التي يتطلبها الالتحاق في المسابقة سواء في المستوى الأول أو سواء في المستوى الثاني. طبعا بالنسبة للمستوى الأول هو بمستوى شهادة الثانوية، لابد أن تكون المسابقات أو تكون مسابقات داخلية وخارجية. المقصود بالمسابقات الخارجية هو لغير الموظفين، أما الداخلية فهي للموظفين. بالنسبة لشروط الالتحاق بالمسابقة للمسابقات الخارجية، طبعا طلب كتابي يوجه للمدير العام للمدرسة، ثم بعد خطي بالتأكيد، ثم بعد ذلك مكونات الملف المعروفة هي شهادة براءة وشهادة الجنسية الوطنية و
شهادة الخلود من السوابق الصحية، وبالإضافة إلى تصديق عفوا يا الشهادة سيد المدير، عفوا من ما يتعلق بالشهاده الثانويه. الشهادة. نعم انت زي ما ذكرته الاجراءات العاديه طبعا بالنسبه بالضبط. للمستندات، اما فيما يتعلق بالشهاده الثانويه هل يعني لك جميع الاقسام ممكن يقبل عندكم، العلمي والادبي يعني؟ العلمي والأدبي والفني كله يقبل من حيث المبدأ في إطار الشهادة الثانوية، بس هذه الشهادة الثانوية يجب ألا تتجاوز ال3 سنوات، اوكي يعني 2018 17 ثم 16 كشرط أساسي. جميل. طبعا تشاد يعني الان تضم تقريبا 23 ولايه، بالامس اعلنتم التقديم للالتحاق بالمدرسه، هل الفرص متوفره في كل الولايات ام في بعض المراكز يمكن الطلاب يتوجهون اليها لتقديم الملف؟ طبعا موجب القرار رقم 1155 المنظم لفتح هذه المسابقة، فإن مراكز المسابقات سوف تكون في عدة ولايات، منها بشا، بنغور، فايا، ماو، مانغو، مندو، وأنجمينا، وسهر. هذه بالضبط. تاريخ التقديم وتاريخ يعني طبعا نعم. تاريخ التقديم بدأ من أمس 15/9/2018، ويكون آخر يوم للتقديم هو بتاريخ 15 أكتوبر 2018 عند الساعة 12:00 ظهرا. جميل. فيما يتعلق بثنائية اللغة كما ذكرت أنت، وطبعا يعني ده أيضا يعتبر إنجاز للمدرسة لأول مرة تدرس أيضا باللغة العربية فيما يتعلق بالقسم العربي، هل كل الإجراءات مكتملة لكي تبدأ تنطلقون إن شاء الله وما تواجهون مشاكل؟ هو يجب أن نفهم، أو المشاهد الكريم أو الرأي الوطني يجب أن يفهم أن ليس المقصود بثنائية اللغة هو تدريس اللغة العربية بحروفها الأبجدية في المدرسة. المقصود بثنائية اللغة أننا نحن كمدرسة وطنية للإدارة، وبالتالي نلبي حاجات الإدارة الوطنية، وبمعنى آخر بمعنى أننا لا نستطيع أن ندرس أبجديات اللغة العربية ألف باء تاء س جيم، وإنما يكون هناك أو تكون هناك أسس لغة للإدارة. أو أسس للإدارة بمفاهيمها الحديثة، سواء باللغة الفرنسية أو سواء باللغة العربية، وبالتالي نستطيع أن نخرج كادر وطني إداري يكون ثنائي اللغة. ولهذا يفترض أن من يتقدم للمسابقات في المدرسة الوطنية للإدارة على الأقل إذا كان شهادته بالعربي يكون عنده نسبة من اللغة الفرنسية، وإذا كانت شهادته بالفرنسي يكون ملم على الأقل بنسبة قليلة باللغة العربية، حتى يتيح لخريجي الشهادتين أن يواصلوا في المدرسة الوطنية للإدارة. وبالتالي في نهاية المطاف الهدف هو تخريج كادر وطني إداري يكون ثنائي اللغة، طبعا يكون في خدمة المجتمع، خدمة الإدارة التشادية أكيد، يكون بالتأكيد في خدمة المجتمع وفي خدمة الإدارة التشادية، وهذا هو التطبيق السليم للثنائية اللغوية حسب نص الدستور. وأما بالنسبة لتدريس اللغة العربية الفرنسية بأبجدياتها اللغوية فهذا شأن لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. جميل. كتجربة وبادرة جميلة للمدرسة الوطنية، أتمنى أن يتم تعميمها في المؤسسات التعليمية الأخرى في تشاد كما ذكرت أنت، مثلا يعني تطبيق اللغتين يعني تنفيذ للثنائية اللغوية مثل ما يحدث في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. لا أريد أن أقول سؤال آخر، ولكن رؤيتكم كمدير عام لنائب للمدرسة الوطنية للإدارة، رؤيتكم للمدرسة في المستقبل؟ طبعا الهدف والرؤية من تطبيق الثنائية اللغوية في المدرسة هو على من ناحية تجديد للإدارة الوطنية. ما لماذا؟ لأن الإدارة الوطنية محتاجة على لكادر يحمل لغتين، وخاصة هاتين اللغتين نص عليهما الدستور الوطني، وبالتالي حتى من جانب المساواة في الحقوق يجب على الكادر الوطني أو الموظف الإداري، أنا أقول المستقبل، أن يكون له لغتين رسمية، يحمل لغتين على الأقل، إذا وجهت له خطابات باللغة العربية يستطيع أن يفهمها، وإذا وجهت له خطاب باللغة الفرنسية يستطيع أن يفهمها. من هذا المنطلق
طبعا أو من هذه الرؤية تهدف المدرسة الوطنية إلى وضع هذه الفلسفة موضع التطبيق، ونتمنى إن شاء الله مخرجات هذه الفلسفة أن تكون في القريب العاجل في أرض الواقع، خدمة للإدارة الوطنية وخدمة لقضايانا الاجتماعية إن شاء الله. إن شاء الله. ربما سؤال أخير قبل أن ننتقل الكلمة الأخيرة، فيما يتعلق بالمستوى، هل يعني فقط للمستوى الجامعي أم المستوى العالي ما فوق الجامعة؟ وهل تتاح الفرصة لمثلا أمثالنا كصحفيين نلتحق مثلا بالتعليم العالي؟ هو بموجب المرسوم رقم 218 فإن المدرسة الوطنية تختص من جانب التكوين الأولي والتكوين المستمر. التكوين الأولي هو التكوين والتدريب الذي يكون يعني عبارة عن تدريب دائم وكما نقوم به حاليا من مسابقات. بالنسبة للتكوين المستمر هو المتقطع حسب حوجة كل إدارة وحسب حوجة الإدارة العامة بشكل عام. بالنسبة ل الشهادات التي تقدم، أنا كما قلت عندنا من حيث المبدأ الشهادة السنوية بشقيها العربي الفرنسي ثم المزدوج، وبالنسبة للمراحل الجامعية هو اعتبارا من الليسانس. طبعا ده يأتي تطبيقا لنظام LMD نفسها التي أو الذي تعتبر شهادة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبالتالي أنتم كصحفيين أعتقد أن دوركم الأساسي قد يكمن في مسألة التكوين المستمر، فالمدرسة الوطنية للإدارة هي المختصة بالتكوين المستمر في تلبية حاجات الإدارة الوطنية. أتمنى لك كل التوفيق. ربما كلمة أخيرة قبل أن كلمة أخيرة أوجهها للمستمع للرأي الوطني، إن هذه المدرسة الوطنية للإدارة ظلت هي الرافد الأساسي للإدارة الوطنية، وستظل إن شاء الله بالفلسفة الجديدة والرؤية الجديدة التي تنظمها حاليا أو التي تنظم مسارها أن تكون هي فعلا رائدة الإدارة التشادية وتغذي الإدارة التشادية بمفهوم جديد ورؤية جديدة وفلسفة جديدة، وخاصة في ظل الجمهورية الرابعة وظل تطبيق الدستور الجديد واستجابة لمتطلبات وقضايا المجتمع، لأن تكون هي مدرسة رائدة في تطبيق الثنائية اللغوية إن شاء الله. إن شاء الله. في الختام لا يسعنا السيد الدكتور محمد صالح الجمع أن نشكركم باسم المشاهدين لما قدمتم معلومات قيمة فيما يتعلق بالالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة. شكرا دكتور محمد صالح الجمع، نلتقي إن شاء الله فرصة ثانية.